نعم، الوساطات المتعددة نعم كما لها جانب إيجابي لها جانب سلبي، لأنه معظم الوساطات قد تختلف من وساطة إلى أخرى وموقف أي وساطة من وساطة أخرى. ولكن الأهم من ده كله البيان الذي الرباعي اللي كان من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والإمارات والمملكة العربية السعودية، هذا أول بيان يضع الأمور في نصابه صحيح كموقف قوي يدعم الحكومة الشرعية في السودان، حكومة الدكتور عبد الله حمدوك، ويليه مشروع القرار الأمريكي، ويلي ذلك موقف الترويكا اليوم. هذه المواقف في شكلها هي الغطاء الدولي الداعم لحكومة الدكتور عبد الله حمدوك، ولكن موقف الدول جامعة الدول العربية سبقه موقف الأمين العام لجامعة الدول العربية سيد أبو الخيط، كان في تصريحه عكس ما صدر اليوم عن البيان بتاع الجامعة العربية. الجامعة العربية في تصريحه كان بيتحدث عن العسكر في السودان لديهم الخبرة ولديهم القدرة على تسيير الأمور ولديهم القبول من الشارع ولديهم القدرة على حلحلة المشاكل، وكان هذا بشكل أو بآخر دعم للإنقلاب في السودان. لذا إنه ما كان، يعني لو نلاحظ إنه منصات التواصل الاجتماعي السوداني تحديدا في الخارج أدانت موقف الأمين العام لجامعة الدول العربية بشكل أو بشكل واضح جدا، وأسمت الأشياء بمسمياتها، حتى في هنالك منصات ذهبت لأبعد من ذلك بحيث أنه لابد من وقفة في المستقبل القريب وبناء موقف استراتيجي وموقف واضح جدا، أن لا تكون الجامعة العربية مجرد مجموعة علاقات عامة، إنما المطالب منها مواقف واضحة، وأن تكون هذه الأشياء تؤتي أكلها.